هكذا بدا المشهد صباحا في محطة النقل البري الخروبة بالعاصمة الجزائرية. يخوض هؤلاء إضرابا وطنيا، مطالب كثيرة رفعت إلى وزير القطاع من طرف ممثلي الناقلين، وجوابه حسبهم كان أن القرار الفعلي بيد رئيس الجمهورية. صبرنا 7 شهور ولا حياة لمن تنادي، وليس هناك من أشار إلينا لا من بعيد ولا من قريب. لذا ارتأت هذه الشريحة أن تقول للسيد رئيس الجمهورية اللي هو الأب الأول في هذه الدولة: الغيث يا رئيس الجمهورية. بعض محطات الحافلات لم تلتزم بدعوة الإضراب، ليس هذا فحسب، فقبل السماح لهؤلاء العودة إلى نشاطهم منذ الشهرين، اتخذت اللجنة الصحية لرصد ومتابعة فيروس كورونا قرارا ينص على نسبة 50% فقط استيعاب وسيلة أي نقل. لكن على أرض الواقع الأمر مختلف تماما. هما قالوا لنا يعني 50%، هما يعني قالوا لنا 50%، بصح حنا الحمد لله يعني ما راناش نخدموا 50%، لو كان 50% رانا نضروا حنا ثاني وما نقدروش نخدموا 50%، من المستحيل. محطة النقل بين الولايات متوقفة عن العمل بقرار رسمي، داخلها يصطاد أصحاب السيارات الخاصة الزبائن بطريقة غير شرعية وبأثمان مضاعفة. المطلب تاعنا احنا الاول والاخر نعاودوا نرجعوا ونعملوا نحو الغبن على انفسنا، على اولادنا، نديو خبزه حليليه لاولادنا، وحاجه ثانيه نحو الغبن على المواطن. لي بلاصه تاع 100,000 راهم يدوا فيه سائقين غير شرعيين ب 400,000، يعني 4 أضعاف السعر الحقيقي تاعها. للمره الثانيه منذ بدايه وباء كورونا تدعو نقابات النقل الى اضراب شامل. الاول تم تلبيته، اما الثاني فقد كان بنسبة ضعيفة، والسبب يرجعه البعض لصعوبة الوضع الاقتصادي للعاملين في القطاع. وزارة النقل تخلي مسؤوليتها، والناقلون يشتكون من منحة حكومية لا تغطي حسبهم ثمن الخبز والحليب، وآخر المسبحة مواطن يتأرجح بين الاثنتين. نهد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.